السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا مود اكستريم لعبة ابطال الكرة فرسان، وانت هتقولي ان انت عملت فيديو قبل كده، بس المرة دي عن على محاكي الدولفين MMGR2، مش على محاكي الدولفين ايموليتر، عشان المحاكي ده هو في ساعات بيبقى فيه بعض المشاكل. يلا بينا نشوف ازاي هننزل المود. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يلا بينا نبدأ في عمل المود لعبة ابطال الكرة فرسان. اول حاجة نخش على جوجل او المتصفح بتاعك، افضل متصفح عندك انت، خش على كروم مثلا ونكتب في مربع البحث اكس ريم 13، ندوس الذهاب، هنلاقي الملف ده، ندوس على الاول حي اول واحد او وندوس على كلمة انستول دي من جنب، وندوس على كلمة هيت دي، ندوس عليها، اختار جوجل درايف دوا، ندوس براحتك انت اختار اي حاجة انت عايزها. ادي الملفين دول، هنزل الملف اللي تحت اللي اول ار، اديني بقول لكم تاني، هنزل الملف ده عشان الملف اللي فوق لا، هو نزل الملف ده اللي اول ار اي اي في، ندوس عليه كده هيقول لك تم جير التحميل، دوس كده التحميل تنزيلها بس. وبعد ما ننزل عشان ننزل قبل كده، نخش اول حاجة تنزل ملف زي ارشيف، زي ارشيف ده هو عشان هي تفك الضغط بتاع الملف. انا منزل ملف قبل كده، وهذا الملف بالاسم ده هو، ندوس عليها نعمل له استخراج هنا ونستنى لما يفك الضغط، وقبل ما يفك الضغط هنروح عند محاكي الدولفين ونشوف هو هننقل الملفات فين. عايزين تعرف تخش من تنقل الملفات فين، خش على محاكي الدولفين ودوس على اللعبة على طول ودوس ستارت ويز ريفيليشن باتشز، شوف المكان اللي فوق ده، هو بيقول لك ستوريج ايميليتر 0 ام ام جي ار 2، هي دي الحتة المهمة. بعد كده ندوس لود، بعد كده نخش ريفيليشن. تعال كده نروح نشوف، بعد ما نخلص تعالوا، بعد ما نخلص تحميل نلاقي ملفين بالاسم دول، هما دول ندوس عليه عشان نحدد هما الاتنين مع بعضين، ندوس على المستفرة دي، ندوس على المستفرة اللي تحتيها برضو، بعد كده ندوس علامة ضغط مطولة، ندوس قص أو نسخ براحتك كده. نروح فين اللي شفناه في المكان اللي شفناه في محاكاة الدولفين، مع ام ام جي ار تو في بي اي، ها هو ده، ندوس عليها لود لود، بعد كده ريفيوليشن دي كده، نعمل له لاسك، ندوس تطبيق على جميع الملفات ونعمل له استبدال، نستنى لما حمل. ندوس عليها، نروح عند اللعبة ندوس عليها على طول، ندوس ستارت اللي قبل الأخير دي، وبعد كده هنلاقي نخلي دي فيرجن 2 زي ما هي كده، ندوس ستارت. اللعبة اشتغلت معانا زي ما انتوا شايفين، اللعبة اشتغلت معانا. ندوس باص على الان، وزي ما انتم شايفين اللعبة شغالة،
ادي انت فين اللعبة شغالة معانا وكل حاجة تمام. ادي اقول لك انت 2013 اكستريم دوس واللعبة بتعالج بس عشان هي التسجيل، لكن هي في الاصل ده سريع التسجيل يؤثر على سرعة اللعب. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وسلام. اتكلم بوضحها.